أصعب موقف مر عليك في 2019؟ أصعب موقف في 2019 برضو كانت لما عملت حادثة كبيرة جدا على طريق الساحل. يعني لما السنة دي هي سبب في الأسود والأبيض، فرحتني والحمد لله رب العالمين، وأسعد لحظة إن ربنا عز وجل نجاها، وأنا بشكره وبمتن له، وده كان طبطبة منه عليا. ربنا يخليها لك دايما وتفرحي بيها. ربنا يخليك يا رب. طب قولي لي بقى، الشخص اللي اتعرفتي عليه في 2019 وفرحانه بمعرفتك بيه وتتمني انه يكمل معاكي في 2020 الى اخر العمر باذن الله؟ لا، انا مش من عادتي بغير اصدقائي، بس اللي اتقربت منه ما كنتش اعرفهم قبل كده في رحله ما، يعني كنا في رحله برضو فنيه وكده، وحاجه كده زي ايفنت، نضال الشافعي ومراته الحقيقه، يعني احنا كنا زمايل، انما انا لما اتعرفت منهم عن قرب لا بقوا حبايبي، بقيتوا اصدقاء بقى. ان شاء الله يا رب العمر كله. طب مين الشخص اللي مش عايزه تعرفيه خالص في 2020، مش عايزه تشوفيه خالص؟ انت عارفني، ما انا قلبي، يعني ممكن اقول لك في ساعه في دقيقه دلوقتي، انا مش عايزه اعرف حد دلوقتي، بس انا قلبي ابيض جدا، ما بقدر تنسي على طول. بنسي دايما الطيبين. بنسى مع الاسف. ليه؟ دي حاجه كويسه. لا ساعات بزعل مني. اول حد هتقولي له كل سنه وانت طيب؟ اول حد اقول له كل سنه طيب ماما، كل سنه طيبه يا حبيبه قلبي، ربنا يديك الصحه والعافيه وخليك ليا يا رب.